سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة إلغاء تذكير بشأن الإشعارات. نقوم بضغطنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على على إمكانيات الوصول، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط المتقدم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تذكير بشأن الإشعارات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على المفعل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تذكير بشأن الإشعارات، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.